الفضاء يرسل لنا نور الشمس وشعاع القمر كل يوم، وتزودنا بين الوقت والثاني شهب ونيازك ومذنبات مضيئة حركت خيال البشرية. بعضهم اتفائل بها وبعضهم اتشائم منها، ومثله مثل أي شيء يتعلق بالفضاء وغموضه. ارتباط وجود المذنبات في الكثير من المعتقدات في الحضارات القديمة. عرفت المذنبات منذ القدم، سماها العرب النجبة أم الذيل، وسماها الإغريق المذنبات ذات الشعر، وشبهت الشعوب القديمة المذنبات بالسيوف القادمة من الآلهة السماوية. مذنب هالي هو أقدم مذنب عرفته البشرية وسجلته كل مرة كان يظهر فيها، وهذا الشيء ساعد على التعرف على شخصية هذا المذنب وعدم خلط بينه وبين المذنبات الأخرى. ولكن سؤالنا هو، شو سجل التاريخ عن مذنب هالي؟ في سنة 1066 كان ويليام الفاتح ديوك نورمانديا يحضر الجنود لغزو انجلترا. يومها جمع اسطول ضخم يضم حوالي 700 سفينة كبيرة مع عدد كبير من الزوارق والمراكب الخفيفة. نقل جيش مكون من 7500 جندي وعدد كبير من الخيول. وأثناء التحضيرات ظهر في السماء وقت غروب الشمس مذنب، وظل هذا المذنب في السماء لمدة 7 أيام. ظهور المذنب يومها كان مثل بشارة خير للنورمانديين، واللي تفائلوا فيه وانطلقوا بثقة نحو إنجلترا. حفروا الخنادق، وضعوا الخطط، ومن بعد قتال استمر يوم كامل حقق النورمانديين النصر وتم تتويج ويليام ملك لإنجلترا. أخافت المذنبات الإنسان وزرعت في قلب الرعب منذ القدم. كل ما ظهر مذنب جديد في السماء يتشائم الناس بظهوره، وكانوا يعتقدون أن أي معركة جديدة نتيجتها بتكون خسارة، أو أن ممكن تصير هزات أرضية مدمرة أو حتى فيضانات. ولكن هل صحيح أن ظهور بعض المذنبات دليل أن كوارث بتحصل على الأرض؟ التاريخ العربي يروي قصص مختلفة لأحداث صارت في وقت ظهور أحد المذنبات، وأهم قصة هي ظهور مذنب هالي أثناء توجه الخليفة العباسي الثامن المعتصم لفتح مدينة عمورية في 837 ميلادي. فيوم قرر المعتصم تجهيز الجيش لفتح عمورية ظهر مذنب هالي، وكان ذيله طويل جدا ومخيف، وعندها نصح المنجمون أن يتراجع عن قراره ببدء المعركة لأن ظهور المذنب بيؤدي إلى خسارة المعركة. ولكن المعتصم ما سمع كلام المنجمين وذهب إلى عمورية وتمكن من فتح المدينة، ونفى بهذا الشيء كلام المنجمين. بالرغم من أن تعلمنا وجمعنا الكثير من المعلومات عن المذنبات، وخاصة أن ما لها علاقة بين الكوارث اللي تحصل على الأرض وبين ظهورها، إلا أن هناك الكثير من الناس ما زالوا يخافون يوم تظهر المذنبات. مثل ما حصل في سنة 1910، يومها كانت الصحافة تنشر معلومات بينت فيها أن المذنب بيصطدم بالأرض وينهي الحياة عليها، فراحوا الناس يتخبون في الكهوف على اعتبار أن نهاية العالم اقتربت. مثل ما ذكرنا، مذنب هالي هو أشهر مذنب عرفته البشرية، ويزورنا كل 75 سنة تقريبا،
وبذلك في بعض الناس بيقدرون يشوفونه مرتين في حياتهم. آخر مرة زارنا المذنب كان في سنة 1986، وبيعود في مدار قرب الأرض في سنة 2061. ومن بعد ما قام عالم الفلك أدموند هالي بالبحث في السجلات التاريخية ل 24 مذنب ظهر قرب الأرض بين عامي 1337 و 1698، ووجد أن ثلاثة من هذه المذنبات المرصودة كانت متشابهة من حيث المدار والعوامل الأخرى، وقادته هذه المعلومات للاعتقاد بأنه مذنب واحد يزور الأرض مرة بعد مرة. ظهر المذنب في أعوام 1531 و 1607 و 1682، واقترح حالي أن المذنب نفسه ممكن يرجع إلى الأرض في سنة 1758، لكن هالي ما عاش ليشهد عودته. لكن اكتشافه ألهم الآخرين لتسمية المذنب باسمه. في كل ظهور لمذنب هالي يوجه علماء الفلك تلسكوباتهم إلى السماء لمشاهدة اقترابه. وكان مرور المذنب في سنة 1910 مذهل، لأن حلق المذنب على مسافة 22.4 مليون كيلومتر عن الأرض، ومن هذه المسافة تم التقاط صورة للمذنب بالكاميرا لأول مرة. بما أن مذنب هالي يطلع مرة كل فترة، ففي سنة 1986 أرسلت البشرية دفعة من مركبات فضائية لدراسة هذا المذنب، وسمته بأرمادة هالي. في البداية حلق المسباران المتشاركان السوفيتي الفرنسي هما فيغا 1 و2 إلى المذنب، والتقطت المسابير صور لقلب أو نواة المذنب لأول مرة. واقترب المسبار جوتو التابع للوكالة الفضاء الأوروبية من نواة المذنب، والتقط صور مذهلة وأرسلتها للأرض. أما اليابان أرسلت مسبارين هما ساكيجيكي وسوسي، وحصلا على معلومات عن المذنب أيضا. بالإضافة التقط مسبار باسم مستكشف المذنبات الدولي التابع للوكالة الفضاء الأوروبية وناسا، الموجود في مداره من سنة 1978، صور لهالي على بعد 28 مليون كيلومتر. وأيضا كان من المقرر لرواد الفضاء على متل مكوك تشالنجر أنهم يرصدون المذنب بتلسكوبات في مدار حول الأرض، لكن للأسف انفجر المكوك بعد انطلاقه بحوالي دقيقتين بسبب خلل في صاروخ الدفع في تاريخ 28 يناير سنة 1986. بتمر عشرات السنوات قبل ما يرجع المذنب هالي إلى مدار قرب الأرض مرة ثانية، والزيارة القادمة له بتكون في سنة 2061. ويوم بيندفع المذنب في حركته المائلة إلى الأرض في سنة 2061 بيكون على جهة نفس جهة الشمس والأرض، يعني بيكون المذنب لامع أكثر من آخر مرة زارنا فيها. هالي الزائر التاريخي للأرض، البعض استبشر فيه واعتبروه علامة خير، والبعض اعتبروه علامة شر وخافوا منه، لأنهم كانوا يعتبرون المذنبات علامات على مصايب أو تغيرات عظيمة. أما اليوم وبفضل علماء مثل هالي ونيوتن وغيرهم، نحن نعرف أن إلها مدارات كالكواكب حول الشمس، ويمكن نحسب ونتنبأ بحركتها ومساراتها بدقة.